يا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام وين ما تكونوا في حلقه جديده من برنامجكم اليومي طبيبكم اللي باذن الله حنوافيكم فيه بكل المستجدات وعلاقتها بفيروس كورونا. اليوم باذن الله موضوعنا جدا مهم وهو عن يتعلق بالخدمات اللي يوفرها 937 من الاستشارات وغيرها من تمكين الخدمات الطبيه، وهذا ما يدل على رفع الجوده في الخدمات في وزاره الصحة. وما تنسون تشاركونا بأسئلتكم واستفساراتكم على هاشتاج اسأل طبيبكم على السعودية، حيكون إن شاء الله معنا موجود الدكتور أمجد الفالح اللي حيوافينا بكل استفساراتكم وأجوبتكم اللي بإذن الله حتستفيدوا منها في 937 أو باقي التطبيقات اللي سخرتها وزارة الصحة لخدمتكم. الآن حنعرض لكم آخر الإحصائيات بما يتعلق عن فيروس كورونا مثل ما أنتم شايفينها على الشاشة الآن. هذه الأرقام الجديدة مثل ما هي متواجدة معاكم، إجمالي الحالات 2463، 1941 حالات نشطة، المتعافين ولله الحمد 488. هذه آخر الإحصائيات مثل ما أنتم شايفينها على الشاشة. الآن ننتقل لزميلنا فيصل القحطاني واللي قرر اليوم يكون موجود في أروقة هيئة الإذاعة والتلفزيون ووافينا بكيف التزام الموظفين بإجراءات الوقاية. يسعد مساك فيصل ويا أهلا وسهلا فيك. فيصل تسمعني؟ في على بوابات الخارجية أيضا بالإضافة إلى الإجراءات أيضا في هيئة وشكرا جزيلا لك. الآن حنعرض لكم فيديو عن خدمة 937 واللي حيكون عن موضوعنا اليوم، خلونا نشوفه ونرجع لكم بعد الفاصل. ياسر الأكل برا. أهلا أنا سعاد زوجة ياسر. زي ما انتم شايفين زوجي في الحجر المنزلي واحنا مهيئين له المكان بالضبط زي ما وصلتنا وزارة الصحة. الصحون اللي يستخدمها ياسر صحون استهلاكية، استخدام مرة واحدة بعدين يرميها بزبالة وانتم بكرامة. ويوميا قبل ما ادخل غرفة ياسر اعقم يدي، البس الكمامات واترك على الاقل بيني وبينه مسافة متر. ياسر ممكن توخر متر عن الباب؟ ويومياً لازم أنا وياه نتابع فحص الحرارة. كم درجة الحرارة؟ 37. ولو كان في أي ارتفاع بدرجة الحرارة على طول نتواصل على الصحة رقم 937. الحمد لله تأقلمنا على الوضع، خلص أسبوع وباقي أسبوع، وطبعاً كل هذا يهون في سبيل أحبابنا وأطفالنا. هلا ماما. يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام من جديد. نذكركم موضوعنا له اليوم خدمات الرقم 937 وكل الاستشارات اللي ممكن احنا نستفيد منها ما بين حالات باعراض او حالات حرجه لا سمح الله، حيفيدنا فيها الدكتور امجد الفالح مدير عام الاداره العامه للاستشارات الطبيه بوزاره الصحه. يا اهلا وسهلا فيك دكتور امجد. اهلا وسهلا فيك والله حييكم، شاكر استضافتكم اليوم. يا هلا وسهلا، ان شاء الله نقدم ما يفيد باذن الله. حياك الله دكتور امجد. اليوم نتكلم
عن رقم جدا هام ورقم يعني الكل يحتاج بمجرد أنه يحس بأي أعراض أو جوانب مختلفة من الأعراض 937. خلينا نتكلم عنها في البداية. طيب بالنسبة ل 937 هي رقم اتصال موحد تقدمه وزارة الصحة لعدة خدمات أو خدمات عديدة مرتبطة بالجانب الصحي. جزء مهم اللي نتكلم عنه اللي هو اليوم جزء الاستشارات الطبية هو أحد الخدمات اللي يقدمها هذا الرقم. طبعا الرقم يشمل خدمات أخرى، الاستفسارات، البلاغات، أيضا المواعيد، أي خدمات جديدة تقريبا 937 لها علاقة فيها. جميل دكتور، المواعيد حتى المواعيد اللي قامت بتأجيلها وزارة الصحة هالفترة ممكن يعني الاتصال عليها بالاستفسار وال... طبعا إذا لما نتكلم عن المواعيد عندنا تطبيق الحمد لله يعتبر يعني جبار من ناحية تأمين مواعيد المراجعين. التطبيق أيضا حتى يوفر لك خدمة اختيار الموعد المناسب لك الأقرب لمنزلك. يفضل استخدام الناس للتطبيق لسهولة الاستخدام والخيارات الشخصية برضو موجودة فيه. تتكلم عن تطبيق موعد؟ موعد، جميل. طيب دكتور خليني أرجع للرقم الآن. الرقم أنا كيف أقدر أستفيد منه بحيث أني ما أسبب حمل على هذا الرقم، في نفس الوقت أعرف أنا بيش يفيدني اختصارا للوقت؟ طبعا 937 صار قبلة المواطنين المقيمين الآن في الجانب الصحي بالاتصالات على مدار الساعة 24 ساعة. يمكن نحتاج أنه الناس تعرف تفاصيل هذه الخدمة حتى يكون فعلا توفر وقت أكبر للمستفيدين من خدماتها. نعاني من موضوع الشائعات أحيانا أنه رقم 97 يوفر هذه النقطة أو يوفر الأدوية المجانية أو يوفر خدمات إضافية. يفضل يعني أن الجميع يتابع حسابات وزارة الصحة، التوجيهات الرسمية اللي تصدر حتى يستطيع الاستفادة من الرقم بشكل مثالي وأيضا يساعد الآخرين على الحصول على الفرصة والاستفادة. جميل، يعني نختصر الآن نقول 937 هو مختص للاستشارات الطبية. في عدة خدمات، جزء مهم منها وفاعل في هذه الأزمة الآن هو الاستشارات الطبية. جميل. نعم دكتور، إذا الاستشارة لا سمح الله يعني تبين أنها حالة حرجة؟ طبعا عشان ندخل شوية في الاستشارات الطبية خلنا نقول وش يقدم الاستشارات الطبية، شو تقدم خدمات. في استشارات طبية العامة، استشارات دوائية، الاستشارات اللي فيها حالات سمو. هذه من ضمن الخيارات أول ما تتصل؟ طبعا لا، هذه خيارات داخلية عند الأطباء، يعني التعامل كيف يتعاملوا مع الحالات. استشارات التغذية، استشارات اللي تحتاج دعم نفسي. لما يكون في حالات معينة، حالات حرجة، طبعا في مسار واضح عند كل الأطباء الموجودين. جميل. الحالات الباردة لها مسار والحالات الحرجة نتعامل معها بالإجراءات الأولية من خلال الهاتف، وبعدين يتوجه للخدمة المناسبة. مثلا إذا الحالة تحتاج نقل إسعافي توجه للهلال الأحمر، تحتاج إلى توجيه بنقل خاص مثلا يتخذ الإجراءات هذه بالذات فترة منع التجول إلى الآن. يعني جميل. طيب دكتور الآن خلصنا بالاستشارة، الآن أنا بحاجة مثلا صرف دواء، يعني وحسب ما نعرف ما شاء الله الآن تطبيقات وخدمات وزارة الصحة يعني خلينا نقول تكاملية. الآن بحتاج بناء على استشارة مثلا الدكتور اللي كلمته بحتاج صرف دواء، وين أروح وش الخطوة اللي بعدها؟ طبعا خلينا نتكلم على الوضع العادي المتاح للجميع. طبعا صرف الأدوية هو مرتبط بالمركز الصحي أو المستشفى. وفرت وزارة الصحة تسهيل الحصول على الوصفة من خلال الخدمات الافتراضية مثل 97 أو تطبيق صحة. هذه تختلف عن الوصفة اللي تصرف في المراكز الصحية والمستشفيات. مجرد احنا نعطيك سهولة وصول حصول على الوصفة في أدوية مثلا يمنع صرفها إلا بوصفة الطبيب، فإحنا نساعد الناس نعطيه الوصفة وهو يستطيع يتوجه للصيدلية الخاصة يحصل عليها يعني بطريقته. وهذه جميلة من الخدمات اللي وفرتها وزارة الصحة بحيث أنه يرسل الكود على الجوال. إيه كمان، وبحيث أنه يروح للصيدلية. هذه ميزة الربط الإلكتروني الآن للخدمات، يسهل حياة الناس. هو الهدف منه تسهيل تجربة المستفيد يعني أكثر من أنه تطور تقني. يعني مجرد أنا أخلي الوصفة في يدك وفي جوالك تقدر توصلها بأي وقت. خلينا نقول الطبيب نفسه الآن هو معك في الجوال. جميل. باختلاف
الخدمات اللي نقدمها. هذا الحين في تطبيق صحة يعني متاح من كل ناحية ممتاز. ما بين الاستشارة وما بين اللي هو صرف الدواء ممكن. طيب خليني أسوي إعادة ترتيب للخدمات. الاستشارات الطبية تقدم من خلال الهاتف اللي هو رقم 937. جميل. تقدم أيضا من خلال تطبيق صحة. جميل. تطبيق صحة يوفر مميزات إضافية عن 937 اللي هي التصوير، الاتصال بالفيديو أو بالصوت، إمكانية إرفاق ملفات، تقارير، أشعة، يعني في خدمات أكثر شوي من الاتصال الهاتفي. عندنا برضه خدمة الرسائل أو الاستفسارات الصحية اللي تصل على حسابات الوزارة في تويتر مثلا، أيضا نقدم الردود الصحية عليها. عندنا الوصفة الإلكترونية طبعا اللي هي زي ما نقول هي تختلف عن الوصفة الموجودة في المركز الصحي، تعطيك وصول مباشر فقط لأقرب صيدلية تختارها. طيب دكتور، التطبيق صحة هل يشترط لي أنه يكون عام أو عادي ممكن حتى الأشخاص اللي لهم ملف طبي بوزارة الصحة ممكن يدخل عليها؟ خلينا نقول الآن استشارات اللي يقدمها تطبيق صحة أو 97 هي استشارات عامة غير مرتبطة بالملف الطبي. في خطوات قادمة إن شاء الله لاحقة على تطوير آلية العمل بالخدمات هذه. ميزة التطبيق و 97 سهولة الوصول بأي وقت. جميل. يعني هذه سهولة الوصول للخدمات الصحية ميزة مي متوفرة بكثير من الدول. احنا الحمد لله يعني عندنا بعد نظر، والأزمة هذه فعلا اتضح سهولة الوصول للخدمة من خلال تطبيقات أو خدمات وزارة الصحة. من أجمل التطبيقات دكتور اللي أطلقتها وزارة الصحة تطبيق موعد التقييم الذاتي. يعني جدا صراحة خدمات في كويسة، خصوصا بالمرحلة اللي إحنا جالسين فيها اليوم. كيف نقدم إحنا تطبيق موعد للناس وكيف يستفيدون منه؟ طبعا أنا من هالمنبر يعني أنصح جميع الناس أنه يفحص نفسه ذاتيا عن طريق تطبيق موعد. تطبيق موعد وفر الخدمة هذه. طبعا ميزة التطبيق أن عدد الناس المستفيدين منه كبير جدا. سهولة. كم تقريبا وصل دكتور لغاية الآن؟ عدد المسجلين عليه ما عندي آخر إحصائية، لكن تقريبا بالملايين، يعني ما أعداد كبيرة، والناس وجدت ثقة في هذا التطبيق بالإضافة للتطبيقات الأخرى يعني عشان ما نهضم حق الجميع. ميزة الفحص الذاتي في تطبيق موعد أنه يعطيك النتيجة وراح يعطيك الخيار تتواصل مع 937 أو تطبيق صحة. في كل الخدمتين في إجراءات يتم إكمالها. يعني تدري شو الجميل فيه دكتور؟ أنا كانت لي تجربة شخصية فيه أنه حتى يرجعون يتواصلون معك، يعني رغم أنهم ما حولوني على رقم ولا أشاروا علي أن يتحول لرقم، انتهى التقييم الذاتي عطتني النصيحة الأخيرة، في الأخير لقيتهم متصلين ومطمنين، يعني تم الاتصال على 3 أيام وثلاث مراحل. طبعا هذا الحمد لله من مميزات إدارة الأزمة الحالية وزارة الصحة أن كل الخدمات تشتغل بمفهوم شامل متكامل مع بعض. 937 صحة، موعد، المراكز، المستشفيات، كلها ماشية بتسلسل. الهدف الأخير منه طبعا الوصول، هدف أن نحافظ على صحة المجتمع في هذه الأزمة. تطبيق موعد هو تحدد بس للأزمة هذه خلال الفترة أو بشكل عام؟ لا طبعا هو مخصص الحجز المواعيد، الحجز المواعيد في المراكز الصحية. استخدامه أو تفعيل دوره هو مجرد بوابة وصول الآن للمواطنين، لأنه كثير من المواطنين هو يستخدم هذا التطبيق في حجز المواعيد. فمن الجميل أنك تلتقط هذه الفرصة وأنه يكون فرز عن طريق تطبيق موعد، فرز عن طريق تطبيق صحة، عن طريق 937. هذه راح تعطيك زي طمأنينة للناس انه يعني يشوف ان الخدمات كلها قاعدة تغطي هالجانب. جميل. بالذات بموضوع الجانب النفسي للكورونا والامور اللي صايرة. هذه نقطة مهمة دكتور لما نتكلم عن الجانب النفسي وقديش قاعدين يتأثرون منه. يعني في البعض ياخذها القلق للأسف بشكل زايد. اليوم انا كيف اتعامل اذا توقعت أو ظنيت أن عندي حالة حرجة في البيت، كيف أتعامل مع هالتطبيقات؟ بإيش تنصحني؟ أول شيء بنصحك نصيحة الأولى، كلم 937 على طول. يعني بالنسبة عشان تحتاج طبيب يوجهك بدقة، يفضل أنك 937 طبعا رقم متاح ومجاني و24 ساعة، يعني ما راح نخليك لوحدك في هذه الحالة.
تتواصل معنا. الوزارة ما قصرت، حطت في كل وسائل التواصل الاجتماعي، المنافذ الإعلامية للوزارة، يعني تثقيف وتوعية لطمأنينة المجتمع، بالإضافة إلى أن وجود الأطباء معك على مدار 24 ساعة هذا جانب مهم جدا بالذات عند الناس. كثير من الناس ويتصل يبغى طبيب يعني يناقشه في الحالة، يحدد له، يطمنه أو يشرح له إجراءات اللي حتصير معه أو إجراءات العزل. كل هذه النقاط تحتاج فعلا مختص انه يتكلم وجميل فيه. خصوصا الاستشارات يا دكتور اللي قاعده تعزز وتذكر بالوقايه. خلينا نشوف واحده من تغريدات المشاهدين. في وقتنا هذا اذا ما انتقدنا ما راح نتطور ابدا، ولست في مزاج جيد للمجامله، لكن 937 يقدم خدمه عمري ما شفتها في مكان اخر، والله شيء يشرف وعنايه فائقه. كان عندي استشاره طبيه وتعاوني معي تعاونوا معي بشكل منقطع. نشوف الثانية. شكرا عبد الله المالكي. كيف يتم تحديد جاهزية المنزل للحجر الصحي المنزلي للحالات المشتبهة؟ هل يتطلب ذلك زيارة فريق صحي للمنزل؟ هذا الأخ محمد. طيب، بداية أنا التغريدة الأولى يعني أحب أوجه الشكر لكل أبطال الاستشارات الطبية في كافة الخدمات، سواء في 937 أو تطبيق صحة أو وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أبطال وزارة الصحة عموما في التعامل مع أزمة فيروس كورونا الجديد. يمكن أكبر داعم نفسي ومعنوي للعاملين في هذه الخدمات هو ردة فعل الناس. إحنا نحصل عليها أحيانا بشكل يمكن تلقائي مباشر أثناء الاتصالات. الشكر فعلا للي أتاح لنا الفرصة أن نقدم هالخدمة لعموم المجتمع. فيما يخص التغريدة الثانية اللي هي كيف تتأكد من تجهيز البيت للحجر الصحي، خلينا نتكلم عموما عشان نعطي الأريحية لجميع المواطنين الاستفادة من هذا. أي نقطة مرتبطة صحيا بفيروس كورونا الجديد بإمكانك التواصل مع 97 وتطبيق صحة، يعطونك النقاط اللي مفروض أنك تكون يعني تفيدك في التعامل مع هذه الحالة، سواء في منزلك، في تعاملك مع الناس، إجراءات العزل، الأكل، الوقاية. يعني ما أبغى أحدها في طريق بس أنه نقول نتكلم على الحجر الصحي في المنزل، لكن على جميع النقاط المرتبطة بهذه الأزمة راح تلقى إجابة لها إن شاء الله في الخدمات هذه. جميل. ودكتور عندنا يعني موقع وزارة الصحة ترى ما قصر، يعني تلاقيه في اليوم ينزل لك كم تغريدة كم نصيحة، يعني توعينا كثير، خصوصا أنه البحث لازال مستمر، فأي مستجد ممكن نلاقيه على الموقع. وهذه ميزة أنه الناس يعني تكون متابعة لحسابات وزارة الصحة، يعني تحديث الحالات، التوجيهات الرسمية، الخدمات الجديدة اللي تفتح كلها تنزل في الإعلانات، وهذه تساعد الناس أنها تستخدم الخدمات بطريقة المناسبة وتستفيد منها بشكل أفضل. جميل. دكتور اليوم كيف إحنا نعزز الإجراءات الوقائية والاحترازية من الفيروس، خصوصا الآن وزارة الصحة جدا نشطة في موضوع استحداث التطبيقات، تطويرها، وجود خط ساخن على مدار الساعة بوجود استشاريين. مهم جدا الأيام هذه أن الناس تلتزم المنازل، هذا يمكن أهم وأكبر إجراء احترازي نسويه كمجتمع مع بعض. إذا ما تكاتفنا كمجتمع والتزمنا بالتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة، يعني لا سمح الله ممكن التهاون في مثل هذه الأمور يحدث إصابات، وإحنا حريصين على صحة أفراد المجتمع عموما، المواطنين والمقيمين، ويمكن الحمد لله شفنا حتى الاهتمام الواسع بكافة الشرائح الموجودة في هذا البلد. الالتزام بالمنازل وقت منع التجول يعتبر من أهم الأشياء حاليا. الإجراءات الأخرى اللي هي مثلا خلينا نقول لك غسيل الأيدي أو تعقيمها بشكل مستمر، الإنسان يكون حريص في لمس الأسطح والأشياء، يحاول ما يلمس وجهه، الإجراء مثلا آداب الكحة والعطاس مهم جدا عشان تمنع اللي تطاير الرذاذ من الأشخاص، بالإضافة إلى أنه إذا حصل أي مثلا إهمال في أي نقطة من هالنقاط لابد أنه يتخذ إجراء التعقيم ويتصل 97 يتأكد أنه مثلا لا سمح الله عنده حالة فيها أعراض أو إصابة، يتواصل معنا وإن شاء الله نحدد له الطريقة المثلى للتعامل مع الوضع. جميل. دكتور مشاهدينا متفاعلين الآن، الزملاء يقولون لي في تغريدة خلونا نشوفها.
السلام عليكم. هل تعرق الجسم المفاجئ والمتقطع وجفاف الأنف له علاقة بكورونا؟ طيب ناخذ الأعراض الرئيسية للإصابة بالفيروس. خلينا نتكلم على الحرارة اللي تصيب الجسم، الكحة وضيق التنفس. هذه الأعراض رئيسية ومهم الشخص يفصح عنها إذا كان يعاني منها، بالذات في المناطق اللي عرف عنها إصابات كثيرة. الأعراض الأخرى قد تكون مصاحبة، بس يعني ما نقدر نحدد للشخص الآن السائل بالتغريدة نقوله والله هذه الأعراض لو أصابتك الآن لازم أعرف التاريخ المرضي عشان أحدد لك. في أعراض نادرة ما يعني نتعامل معها في الحالة عموما، ما نستخدمها. التعرق إذا كان مرتبط بالحرارة فإحنا نتعامل مع الحرارة كعرض. فتعرق يعني إيه ما يعتبر يعني دليل، يعني ممكن يكون عنده حرارة وأصابه تعرق، لكن إذا تعرق عادي نتيجة أمراض سابقة موجودة أو تغير الجو ما له علاقة. لكن نربط التعرق بالحرارة، هل يوجد حرارة لدى الشخص مثلا؟ الله يعطيك العافية الدكتور أمجد الفالح، مدير عام الإدارة العامة للاستشارات الطبية بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك وعلى وجودك. الله يعطيك العافية وشكرا لاستضافتكم. 280 طبيب سعودي آثروا البقاء في العالم للحد من انتشار فيروس كورونا، هذا يعكس مبادئنا وقيمنا. 280 طبيب سعودي أخلاقياتهم جعلتهم يكونون موجودين في فرنسا، والسفير الفرنسي فرانسوا قويت كان له كلمة خاصة لهؤلاء الأطباء السعوديين. نشوفكم بكرة في أمان الله. أصدقائي السعوديين الأعزاء، تعتبر جائحة الكورونا فيروس مصدر قلق كبير وتحديا للعالم، ففي هذه المرحلة الصعبة أعطى الأطباء السعوديون المتدربون في فرنسا صورة جميلة لمعنى التضامن. وحاليا يستفيد 250 منهم من التميز الفرنسي في مجال التأهيل الطبي في فرنسا، واختار هؤلاء الأطباء دون تردد البقاء إلى جانب الشعب الفرنسي وإلى جانب 66,000 طبيب يعملون يوميا في مستشفيات بلدنا فرنسا. إن الشجاعة التي يبديها هؤلاء الأطباء السعوديين لأمر رائع، وهي رمز للصداقة والتعاون اللذين يربطان الشعب الفرنسي والشعب السعودي. فأريد أن أعرض لهؤلاء الأطباء وأيضا لسلطات المملكة عن شكري للمساعدة التي يقدمونها يوميا في فرنسا. عاشت الصداقة الفرنسية السعودية.